هذا العام بتنطوي صفحته ونبتدي ونقول بسم الله يا رب سنة جديدة سعيدة. السهرة النهاردة والهدنة النهاردة من القاهرة، صحيح إنها من العاصمة المصرية الغراء، إنما مقدمة لكل العواصم العربية لأنه ضيفنا فيها كبير، كبير في الصوت والقيمة والمقام، من أكبر القامات الغنائية في العالم العربي كله، جمهوره من المحيط للخليج. صوته مش بس بيرن في كل العواصم العربية إنما محبوب من القلوب. القاهرة لها أحباب كتيرة، صوته من أعز الأحباب، أو زي ما أغنيته بتقول أعز الحبايب. الرائع الكبير اللي بيحتفل معانا بانقضاء السنة دي، الكبير صابر الرباعي.
حبايب. نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.